أعلنت الإدارة العامة للصحة العمومية مساء اليوم خلال النقطة الصحفية اليومية عن حالة الوضعية الوبائية في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية. وقد تميزت هذه الوضعية اليوم بارتفاع عدد الإصابات وانخفاض كبير في عدد الوفيات. خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 233 من الإصابات الجديدة موزعة على 51 من المخالطين و 182 من الحالات المجتمعية، صفر حالة وافدة. تم كذلك تسجيل 39 من حالات الشفاء الجديدة، وللأسف تم تسجيل 5 وفيات جديدة، نسأل الله لهم الرحمة والغفران. ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 10501، من ضمنها 8205 من ضمن المخالطين و 2113 حالة مجتمعية، 183 حالة وافدة. بلغ كذلك إجمالي حالات الشفاء منذ بداية الوباء 7996، وللأسف تم تسجيل 215 حالة وفاة. بالنسبة للحالات النشطة اليوم هي بعدد 2290، من ضمنها 2176 من الحالات بدون أعراض و79 من الحالات بأعراض خفيفة، كذلك 35 من الحالات بأعراض بحالات هي حالات حرجة، نسأل الله لهم الشفاء. توزيع الحالات الجديدة على مقاطعات الوطن هي كالتالي: العيون 7 حالات جديدة، حالة واحدة بالطينطان، اثنتان بقرو، واحدة بكيهيدي، واحدة بواد الناقة، اثنتان بروسو، ثلاثة بنواذيبو، 25 بالقصر، اثنتان بالسبخة، 103 من الإصابات الجديدة على مستوى مقاطعة تفرق زينة، 21 على مستوى دار النعيم، 34 على مستوى تيارت، 12 بتوجونين، 14 بعرف، 3 في الميناء، واثنتان في الرياض. خلال 24 ساعة الماضية تم إجراء 1632 فحص جديد، من ضمنها 81 من فحوص المتابعة و 1551 من فحوص التشخيص، موزع على 976 من الفحوص السريعة و 575 من فحوص الحمض النووي PCR. بالنسبة للفحوص الجديدة تم إجراء 58 فحص جديد على مستوى ولاية الحوض الشرقي، 52 على مستوى الحوض الغربي، 84 على مستوى العصابة، 19 بقرقل، 43 على مستوى البراكنة، 64 على مستوى ترارزة، 22 بأدرار، 61 بداخلة واديبو، 9 بتقانت، 45 قديماقة، 14 تير الزمور، 138 بولاية إنشيري، 806 بولاية نواكشوط الغربية، 173 بولاية نواكشوط الشمالية، وكذلك 44 بولاية نواكشوط الجنوبية. ليصل بذلك إجمالي الفحوص منذ بداية الوباء 118528، موزع على 16888 من فحوص المتابعة، و101640 من فحوص التشخيص، 85482 منها أجريت بواسطة تقنية الفحص السريع TDR، و16158 فحوص